عزانا طابت اوقاتكم جميعا، وكل سنة وانتم طيبين، وعساكم من عواده ان شاء الله يعود عليكم باليمن والمسرات. قبل لا أبدأ أحب أشكر كل من سأل عن البرنامج وعن عودة البرنامج وكان يتابعني وكان يسألني، والحقيقة أشكركم في البحرين وفي دول خليجنا العربية وحتى في الدول العربية، ياتني مكالمات وياتني أسئلة وياتني استفسارات واطمئنانات عن البرنامج. أنا بدون ما أذكر أسامي وبدون ما أنا أعدكم يعني، واللستة ما شاء الله طويلة، أشكركم جميعا باسم فريق البرنامج، وإن شاء الله عودتنا تكون معاكم عودة قوية وعودة فيها الحقائق ونكشف فيها المستور بتعاونكم ومساعدتكم ومؤازرتكم ووقوفكم معنا. شكرا لكل من سأل في البحرين وخارج البحرين، وما أريد أطول عليكم، خلونا نبدأ حلقة الليلة. في طبعاً الموضوع اليوم 13 باكر 14، وما يحتاج انا اقول يعني شنو هو الموضوع اللي انتم تتساءلون عنه واللي انا اكيد بتكلم عنه في هذا البرنامج. يعني الموضوع واضح وصريح ويبين، واللي هو 14 اغسطس باكر، اللي ما يسمى بحركه تمرد. والله والتمرد طبعا يعني تعرفون انتم السالفه كلها وتابعتوها كلها في البحرين وخارج البحرين في دول الخليج العربي، لكن لابد من أنا أعطيكم فكرة، أعطيكم يعني مثل ما نقول يعني نفرش الموضوع علشان نوصل إلى تفاصيله وإلى دقائقه وإلى كل شيء فيه. حركة تمرد ذي تقليد أعمى، بعد مو باستنساخ، تقليد أعمى عمي مكسح لحركة تمرد المصرية. هذه ليه من الله خلقهم اللي هني يقلدون اللي يصير في مصر، يقلدون اللي يصير في تونس، وانتو تدرون هناك 25 يناير ذيك السنة 2011 قلدوهم في 14 فبراير 2011، راحوا ذلك ميدان التحرير، هذي لين راحوا دوار اللؤلؤة، هذا لك نفس الشيء. حتى ذلك تخبرون عرسوا في التحرير، قاموا ذلين وعرسوا في اللؤلؤة وقال له زوجتك، وقال له فضح لبنية 500 دينار. تقليد ناس ما عندهم إبداع، بما يدل على إفلاس الواحد اللي قلد سياسيا. هذا مفلس سياسيا ومفلس اجتماعيا ومفلس ثقافيا، وحتى قضيته اللي يتكلم عنها مفلسه، لانه قاعد هو يستورد شكل ومضمون ويطبقه على بلاده. يا اخي كل بلد له ظروف، افهم في السياسه، ما ادري من هاللي تقودكم انتو مثل الخرفان. يعني ما تعرفون ان الظروف السياسيه مو بس في البلد الواحد تختلف من منطقه لمنطقه، فما بالك من بلد إلى بلد، من مكان إلى مكان، بس تقلدون تمرد هناك تمرد هنا وانتهى الموضوع. يعني أنا أبغي أفهم ليش أنتوا اللي أبدعتوا حركة تمرد من أنفسكم بالضبط، صارت في مصر، نجحت في مصر، فشلت في مصر، ما أدري أنتوا سويتوها. المهم حركة تمرد، هذه الحركة في البحرين حركة فاشلة من الأساس، لأنها لا تعبر عن مكونات هذا الشعب، لا تعبر عن القطاع العريض الوطني. هذه الحقيقة اللي يجب أن إحنا اللي عارفه من تعبر عنه ذي عن شوية ناس تابعين حق مشيمع، وناس من تحت لتحت تابعين حق علي سلمان، وشوية رؤوف الشايب برع والشهابي برع ومتجمعين على 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 يعني على عمل مؤامراتي جديد تخريبي
يضرب اقتصاد بلادهم من أجل الصفوي، من أجل المشروع الإيراني، يضرب بلادهم في الداخل. هذه هي الحقيقة، يريدون شل الاقتصاد، ضرب الاقتصاد. لما شافوا البحرين تعافت، البحرين تعافت بفضل أبنائها المخلصين، القطاع الواسع من البحرينيين، وبفضل قيادتها الرشيدة تعافت. قالوا بعد تعافت، يلا هكو تمرد مني نسوه، خلنا نسوي تمرد ونشل الاقتصاد ونضرب بذي ونبند المدارس ونبند البنوك ونبند. انتوا وين وين يبا؟ تحاليتوها؟ لا يا يبا، المسألة هالمرة غير، مش شبوسكم. اقول لكم، اقول لكم باسم شعب البحرين، مش شبوسكم. خلاص، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ايه، مرة واحدة مزقته وبالغلط في 2011 في 14 فبراير، خلاص انتهى، قضي الأمر، مستحيل أن تعود السالفة، الكارثة، المؤامرة مرة أخرى. وراه احنا مشويين على راسنا ميانين، هذه دولة، هذه دولة وأجهزة، شوية ناس لا يفهمون راسهم من ريلهم، بيون مرة ثانية بعد بيسوون فينا اللي سووه. مستحيل. البحرين أطمئنكم مستعدة بكامل استعداداتها النفسية وأيضا أجهزتها وآلياتها وشعبها لمواجهة المتآمرين الخونة الذين يريدون ضرب البحرين باكر 14، ومستحيل تنجح ولن تنجح ولن تتكرر المأساة ولن تتكرر الكارثة ولن تتكرر المؤامرة. حطوها في بالكم، حط لي فاصل وبواصل معاكم في 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 14 هذه اللي يسمونها أغسطس. بواصل حط لي فاصل. الحقيقة ما بي أهول ولا أهون عن 14 أغسطس، يمكن أغلط أقول 14 فبراير، ترى كل اللي أقصده 14 أغسطس اللي هو باكر. أنا ما بهول عليكم وأقول بيصير وأخذ حكيهم وأخذ سوالفهم وأخذ طقتهم وأخذ حطتهم، لا، أنا أبي أقول لكم الحجم الحقيقي لهذه المجموعة الانقلابية، أو اللي تحاول أن تعيد الانقلاب، تحاول تكرر الانقلاب. هذه كل القصد، ولا أنا مو قصدي أن أخوفكم، أقول لكم لا تخافون ولا ترددون ولا تترددون أن تروحون إلى أي مكان يعجبكم. البحرين في أمن وأمان بفضل قواتنا وقوات حفظ النظام ورجالنا وكل المسؤولين عن الأمن في البحرين، الداخلية وغير الداخلية والدفاع والحرس الوطني وجميع المسؤولين في الحكومة، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الله يحفظه الشيخ خليفة، تاج رأسهم. موني ليش يحترون؟ المهم، هذه الحقيقة يجب أن نحن نعرفها ونمارس حياتنا بشكل طبيعي في 14، نمارس حياتنا بشكل طبيعي واللي عقب 14. في نفس الوقت نكون حذرين، نكون حذرين منهم ونكون منتبهين لمؤامراتهم. هذين غدارين، هذين معتمدين على الغدر، مو معتمدين أن يجيك ويه بويه، لا، يجيك من وراء ظهرك يطعنك، من وراء ظهرك بالغدر، بالحيلة والفتيلة مثل ما يقولون هالأول، هذا شغلهم. ولذلك أنا بقدم إيش يبون يسوون علشان تكونون أنتوا في الصورة، لا تخافون، لا تترددون، مارسوا حياتكم بشكل طبيعي، دافعوا عن بلادكم وعن ترابكم العربي الأصيل ضد الصفوي الدخيل وأتباعه، الطابور الخامس هني، والطابور الخامس اللي قاعد في لندن، واللي قاعد في بيروت عند بودتش وبقذيلة، واللي قاعد ما ادري وين، واللي مرتزق على ما ادري وين، واللي يطر من ما ادري وين، واللي حصل فلوس من ما ادري وين، ما يفيد، ما بتنجحون. احاكيهم
سووا لك مؤتمر يا زعم صحفي في بيروت، الحين بتشوفونه، بحط لكم، بحط التقرير، بحط كل الحكي، واكيد بعضكم شافه، لكن انا بعلق عليه. اول ملاحظه بحطها ان المؤتمر الصحفي ما فيه الا ثلاثه جالسين على الكراسي، ثلاثه منهم هذاك حديد ويريد جعفر ما يش اسم الثاني، وبعد واحد ثالث من ربعهم من طختهم من خمتهم، واللي تحكي حسن يوسف من طختهم، والمراسله هذيك العويه مالت قناه الخرزه، بس هذا هم. وين مؤتمركم الصحفي؟ مؤتمر صحفي يتمرد، وحطوا لك ميكروفونات، المنار والشنار والعار والمسار والعالم وما ادري من، بس صففوا ميكروفونات. اوادم تبي ممش تصفر القاعه، حطها، وحط حسن يوسف المقيم في القاهره، حطه، خل الناس تسمع، سمعوا حكيهم يخوف، سمعوا حكيهم فاضيين ما عندهم شيء مفلسين، حطه يا اخوي، حطه، حطه لهم. عقدت حملة تمرد البحرين مؤتمرا صحفيا كشفت فيه عن ملامح يوم 14 من أغسطس الحالي الذي اختارته لإحياء الثورة البحرينية، منها فعاليات في داخل البحرين وأخرى في عواصم مختلفة في العالم. إليكم هذا التقرير. حملة تمرد البحرين عن النفير الشعبي المدني السلمي العام في 14 من أغسطس آب المقبل بتمام الساعة 3 عصرا من أحد الفنادق في بيروت. أطلقت حملة تمرد مؤتمرها الأول الذي تلا فيه عضو الحملة حسين يوسف إعلان النفير العام في 14 من أغسطس المقبل الساعة 3 ظهرا، فلترتفع بدءا من 12 من أغسطس آب رايات البحرين على البيوت وعلى مداخل المناطق والقرى والمدن وفي شوارعها وفي أحيائها، وفي يوم 13 من أغسطس ليلة الاستحقاق وعند تمام 10 مساء فلتسمع صيحات التكبير من على أسطح المنازل، ولتشهد صبيحة 14 من أغسطس بدء العصيان المدني السلمي والتصاعدي. فنطلب من أبناء شعبنا إغلاق محلهم التجارية وعدم التبضع والتوقف عن التزود بالوقود وعدم مراجعة الدوائر الرسمية والتوقف عن إجراء المعاملات المالية ودفع الفواتير وإطفاء الأنوار بعد غروب الشمس من يوم التمرد، وهي تدعو كافة أبناء الشعب البحريني من النساء والرجال والصغار والكبار إلى المشاركة في النفير العام والانخراط في حراك التمرد المدني في البحرين بكل سلمية، سيرا على الأقدام أو باستخدام السيارات وكل وسائل النقل، بدراجاتكم وكراسيكم المتحركة. نطلب أن يسير الجميع وبصورة فردية لا جماعية، دون شعارات أو يافطات أو رايات أو أي مظاهر أخرى. ورحبت الحملة بدعوات حماية المتظاهرين، محملة المجتمع الدولي مسؤولية وقوع انتهاكات جديدة. ولكننا نؤمن بالحاجة إلى أن يوظف المجتمع الدولي أدواته لحماية المتظاهرين كما وظفها في مصر وتونس ودول أخرى في العالم. حملة تمرد أعلنت عن برنامجها العام في 14 فبراير لتؤكد إلى أن الشعب البحريني يطالب بالتخلص من حكم القبيلة والانتقال إلى دولة ديمقراطية مدنية. المجتمع الدولي ما لم يمارس دوره الضاغط والجاد والصادق والحقيقي في إلزام السلطة بتنفيذ هذه الاستحقاقات فهو بلا شك شريك في الجرم. وناشدت الحملة أن يترقب المتظاهرون ساعة النفير بيانها للإعلان عن الخطوة الثانية لتوجيههم على الأرض. إعلان النفير العام يجاوره دعوة للمحافظة على الخيار السلمي ومخاوف من تصاعد الحملة الأمنية
الجواب رهن بالأيام المقبلة. من بيروت ريان شرارة. شفته؟ هذه حكي نفير وغثير وربو على البيوت وكبرة والليلة انت اللي متخيل تقول حق الاوادم اللي ترزقون الله صكوا محلاتكم التجاريه من بيكد عليهم ابوك لو انت بتعطيهم فلوس صكوا محلاتكم التجاريه وذبحتهم لو تدفعون الفواتير انتم ما تدفعون فواتير من يدفع فيكم فواتير كهرباء وماي انتم لو تدفعون فواتير ما تدفعون الحكومه قاعده تصرف عليكم الكهرباء الماي ويا ويل الحكومه لو يصير بس خلل فني في الكهرباء وتنقطع قامت علينا على الديره علينا وعلى العالم وتعالوا وقطعوا الكهرباء وما ادري ايش سووا وانتم فواتير ما تدفعون الكهرباء ببلاش الماي ببلاش ليش ما قلت لهم لا تروحون المراكز الصحيه تعالجون اكثر ناس تروحون انتم المراكز الصحيه ورا ما قلت لهم والتعامل التجاري وغلق المتاجر وروحوا ماشي على الأقدام سيرا على الأقدام وعلى السياكل وين احنا ويلشير بتطلع لك الشياب العيايس فقارة في ويلشير فيها الشمس فيها الحر فيها الموت أوغست احنا استحقيل ما تخاف الله هذه باكر موت من ضربة شمس سكتي صادتي بتقول الحكومة ذبحته وانت اللي قايل له على الويلشير كانت بلسانك الحين على الويلشير ويا اللي ما تستحون ويا اللي ما تخيلون ويا اللي ما تنتخون ويا اللي تبون الأجنبي انت عايش عند أجنبي وذاك عايش عند أجنبي وسعيد الشابي عند أجنبي ورؤوف الشايب عند أجنبي وعبد موسى عبد علي عند أجنبي وعمرانو عند أجنبي وكلكم عند الأجانب وتقول نطلب الحماية من الدول الأجنبية تمارس الضغط ما تستحي ما تخيل ول عليكم ونفير وعفير مستحيل أن ينجح تمردكم شعب البحرين حكومة البحرين قيادة البحرين بتكاتفها بتآزرها بموقفها بوعيها بتوقف ضدكم وما بتنجحون أبشركم ما بتنجحون ما بتنجحون وبتخيبون الله يحط كيدكم في نحركم إن شاء الله قولوا آمين بحق هاليوم المبارك قولوا آمين يا ناس قولوا آمين وحط لي فاصل يا أخي.